بالعودة لكيف يحيي الجزائريين مناسبة عيد الحب، موفد تلفزيون النهار هاجر بوعلي ترصد لنا الأجواء من بن عكنون بأحد المحلات المختصة في بيع الزهور. أهلا بك هاجر. مساء الخير عقيلة، مساء الخير مشاهدينا. اليوم النقل المباشر تاعنا راح يكون خاص نوعا ما. اليوم هو 14 فبراير الموافق للحب اللي يحتفلوا به الجزائريين. رايحين في النقل المباشر تاعنا نشوفوا الجزائريين كيفاش يحتفلوا بهذا عيد الحب، ونشوفوا ايضا اصحاب محلات الزهور هل عندهم يعني تحضيرات خاصة بهذا اليوم. قربوا من احد الزبائن في الشارع معاه. السلام عليكم. سلام، واش جيت تشري اليوم سيدي؟ نشري كادو للمرة تاعي، كادو تاع سافارون تاع باش نقدم لها جوي سافارون اونلاين. واش شريت لها؟ شريت لها بوكي تاع الورد، هاك تشوفي شريت لها بوكي تاع الورد. واش تقول لها لمرتك؟ واش نقول لها؟ نقول لها جوي سافارون تاع، وان شاء الله كل عام تكون بخير وعلى خير، وربي يحفظها ويحفظها لولادها ويحفظها لي. كل عام تجي تشري لها انت لمرتك في عيد الحب؟ بيان سور كل عام نجي نشري لها، كل ما نشري لها شريها لمن رايح نشري. واش تقولنا يعني على الجزائريين ماشي كامل يحتفلوا بعيد الحب؟ واحد صافا فاصون كيفاش يحتفل، وكل واحد على حسب لي موين تاعو، وكل واحد كاين اللي يحسبها شغل حرام وكذا، وكاين اللي يحرق على جالها حرام عليه هنايا وفلوروب ماشي حرام عليه يحرق منا باش راه يديرها فلوروب. كل واحد كيفاش شايف هاد الدنيا، فهمتي؟ واش تقول لمرتك يعني واش تقولها؟ نقولها جوي سان فالونتان، وكل عام ان شاء الله تكوني بخير وعلى خير، وهذا هو ان شاء الله. شكرا لك سيدي. نتقربوا ايضا عقيله من صاحب محل هذه الازهار ونسالوه يعني هل هناك تحضيرات خاصه بهذا اليوم، الازهار الاكثر يعني اللي تمشي له بزاف في هذا اليوم. صباح الخير سيدي. اهلا وشكرا لاباس. الحمد لله. قلنا يعني هل عندكم تحضيرات خاصه بهذا اليوم؟ شويه عندنا دي كوموند برك، هذا ما كان عندكم يعني طلبيات من نوع خاص؟ بيان سور عندنا. وقلنا احنا عندنا بيان سور عندنا. وما هي الورود يعني الاكثر اللي تتباع لك بزاف هذا اليوم؟ الحمراء والبيضاء. علاش الحمراء سبيسيالمون؟ الحمراء عندها سينيفيكاسيون على بالك، والاخرى البيضاء تاع لهنا تاع. والزبائن تاعكم يعني السن تاع الزبائن كيفاش يكون؟ كاين دي جون، كاين لي فيي هاكي تعرفي كيفاش. وشكون الفئه الاكثر يعني شراء للازهار، نساء او رجال؟ والله في زوج، كاين سكي رجال. والله كاين سكي رجال، كاين سكي رجال يجوا يشروا. ولا الاسعار تاع الازهار يعني هل الاسعار تاعها كيما كل يوم ولا في هذا اليوم تكون كيف تاع الامبورطاسيون؟ سورتو هذايا تاع الامبورطاسيون، ما عندناش دوكا تاع الجزائر. ما تبدلش الاسعار يعني بمناسبه عيد الحب تزيد الاسعار تاع الازهار؟ كيف عندها 3 مو وهي كيف باسكو سي دو لامبورطاسيون. هذا ما كان. وشحال الورده؟ 200 دينار. 200 دينار كامل بري، كامل سعر واحد؟ كامل سعر واحد. لا هذا الورد يعني كامل. والبوكي كيما اللي داه السيد لمرته شحال هذاك؟ 2000 دينار هذا. 2000 دينار. والازهار هذه يعني هل كلها محليه ولا؟ لا راني قلت لك تاع الجزائر 80% هذا الوقت تاع لامبورطاسيون. شكرا لك سيدي. نتقربوا ايضا ربما من زبون اخر جاي يشري في المحل هذا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. جيت تشري اليوم؟ جيت نشري الورده ليما. واش من ورده حديرها ليما؟ الحمراء ورده. علاش سبيسيالمون حمراء؟ نحبها، نحبها على العام ماشي غير اليوم برك. تحبي معك دائما ولا دائما تشري لها ورده ولا غير اليوم؟ دائما ماشي غير اليوم. كل عام تتفكر الام تاعها؟ عندها كادو. كل سمانه تشري لها كادو؟ كل سمانه نشري لها كادو انا، كل شهر كل سمانه، ماشي غير اليوم 14 فيفري. اليوم 14 فيفري. 14 فيفري وانا نقول. واش تقول لها ليماك والمشاهدين تاعنا؟ واش نقول فيك؟ واش نقولها؟ نحبها وربي يخليها لي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك سيدي. نعم، اذا عقيله كنا معكم مباشره من محل بيع الورود بالعاصمه ببن عكنون. نقلنا لكم مباشره اجواء الجزائريين اللي يحتفلوا بعيد الحب، كل واحد بطريقته، كل واحد بهديته. نعم. ولو يعني الازهار هذه راهي بكل الالوان والاشكال. عوده اليك يا نعم عقيلة. هاجر فريال تطالب بك بانك تهديها ورده بيضاء، وانا كذلك فيما بعد هاجر. شكرا لك. إلى الأخبار الأمازيغية الآن.